عقد مجلس المستشارين اليوم الثلاثاء جلسة للأسئلة الشفوية عرفت طرح أسئلة حول وضعية الشبكة الطرقية بالمملكة وتمديد الطرق السيارة بالمدن الداخلية وربطها بالطرق الساحلية والنقل الطرقي للمسافرين. الحكومة عازمة أن تستمر أولا ومن خلالكم لابد أن يصل هذا الأمر إلى الرأي العام، مستمرة في الأوراش الكبرى سواء في طرق سيارة وسكك حديدية مطارات موانئ إلى غير ذلك، طرق سريعة عازمة رغم الإكراهات المالية فهي عازمة لقناعتنا داخل الحكومة على أنه لا يمكن أن نتراجع، بل البلاد ديالنا ما زالت تحتاج إلى مزيد من الاستثمارات في هذا المجال. الأمر الثاني وهو أنه لا يكفي أن ننزج، لابد من الصيانة. أنتم تعلمون أننا فقدنا في العشر سنوات الأخيرة 10 ديال النقاط على مستوى جودة الطرق مع الأسف الشديد، يعني تقريبا حوالي نصف ديال الطرق اللي هي يعني مقبولة أو جيدة، الباقي يحتاج إلى صيانة. وبالتالي الحكومة خضت واحد المبادرة أنها زادت من حيث التعبئة المالية، من حيث أيضا الإمكانيات التقنية المتاحة، من حيث الشراكات باش يمكننا نقوم بالعملية ديال الصيانة ديال الطرق. أضف إلى ذلك الطرق في العالم القروي نظرا للحاجة الملحة في العالم القروي للطرق، وهذا يعني يرافقه أيضا إصلاح المنظومة ديال النقل سواء كان تعلق الأمر بالنقل في العالم القروي الذي خدينا قرار فيه أن يتحرر وأن يصبح مفتوحا أمام الاستثمار نظرا للحاجة يعني للسكان ديال العالم القروي لهذا النقل، لأنه ليس هناك من وسيلة في العالم القروي إلا النقل المزدوج الذي يعني يصمد أمام المياه أمام يعني الطرقات اللي هي غير معبدة الذي يمكن أن يلبي هذه الخدمات في اتجاه الأسواق في اتجاه تجمعات سكانية في اتجاه المصالح الإدارية إلى غير ذلك في الربط بين الدواوير. فكان أعتقد هذا هو الاتجاه، يعني أعتقد الأهمية دياله هذا هو الاتجاه ديال تحرير هذا القطاع، وقريبا إن شاء الله دفتر الحمولات المحيين يخرج على حيز الوجود. كما عرفت هذه الجلسة طرح أسئلة حول وضعية المدن العتيقة والصحافة الإلكترونية وأوضاع المرأة المهاجرة وكذا تحديد الملك الغابوي.